مرحبا أصدقائي، كيفكم؟ معكم نايم من قناة نيمو. الفيديو تبعنا اليوم بيحكي عن تحديات سكين ديد بول الجزء الثالث أو الأسبوع الثالث، وبيحكي شوي عن كود الأيتم شوب، شو بدي أعمل فيه مستقبلا وشو بدي أعمل عليه بطولة. فإذا أنت أول مرة عندك هذا الفيديو على القناة، يا ريت تشترك، تفعل زر الجرس وحط لايك للفيديو، حط كومنت حلو ليوصل لأكبر عدد من الناس، ولا تنسى كل الدعم في الأيتم شوب مستر شرطة هيرو. فمشاهدة ممتعة ومع بعض. اول شيء، انا الناس سالتني ليش ما نزلت تسريبات تبع ديد بول الاسبوع الثالث. انا كان معي تسريبات الاسبوع الثالث تبع ديد بول، بس ما حبيت نزلها لانه ما كان معروف وين مكان الخاصه بتبع الحمام او تبع تنظيف الحمام، ما بعرف شو اسمها، بلانجر يعني، فما كان معي مكانها. هلا انفتحوا التحديات ورح ننزل لكم اياها كلياتها صح وباللعبه. فنحكي لشوي للايتم شوب. بالنسبه لكود الايتم شوب، انا ان شاء الله كل شخص رح يدعمني اول ما جمع ال $100 ان شاء الله من كود الايتم شوب، لح اعمل سيرفر خاص، وانا عم ظبط النت عندي ان شاء الله لاعمل بس مباشر، ولح صير اعمل ان شاء الله سيرفر خاص وننزل عليه نلعب 100 واحد، ونعمل مثل هيك بطوله صغيره بيناتنا ونشوف مين الفائز. ان شاء الله لح صير اعمل سيرفر خاص على $10 كل مره، كل ما طبق $100 ان شاء الله. فحاولوا دعموني بالكود، الكود ظاهر امامكم بالشاشه مستر شرطه هيرو. فخلينا نحكي شوي عن تحديات ديد بول. تحديات ديد بول هلا من ربع ساعه او نص ساعه فتحوا التحديات. بتفوتوا هون على البطل باس، تمام؟ بتفوتوا على غرفة ديد بول. مثل ما شايفين ديد بول طلع من الحمام، يعني ما بعرف انا شو مشكلة التحديات كلياتها بالحمام، وكسر حمامات وعمل حمامات، مدري شو المشكلة يعني فيها التحديات. فالمهم بتفوت هون على الكمبيوتر، تمام، عم يلعب فورتنايت ديد بول، بتلاقي عندكم هاي القائمة. فتح الاسبوع الثالث، الاسبوع الثالث اللي هو اول تحدي بيناتها، بدك تلاقي التواليت بلانجر اللي هي يعني تبع تنظيف الحمام، عزكم بالله ما بعرف شو مشكلتها. المهم بدك تلاقي تبع الحمام، هي وين بتلاقي هي تبع الحمام؟ بتطلع لبرا، بتفوت لعند السكين هاد هون عند تي ان تي، بتلاقيها هون عندها بغرفة تي ان تي تبع هذا السكين، بتلاقيها هون معلقة على الحيط، بتكبس عليها. هيك انت بتكون خلصت التحدي الاول. بيفتح لك التحدي الثاني اللي هو مطلوب منك تكسر الحمامات. خلينا نشوف مع بعض التحدي بالكمبيوتر تبع ديد بول. المهم هاي اللي خلصناها لحنا ولقيناها. التحدي الثاني اللي بعدنا مو مكتوب كم واحد بدك تكسر، بس هو المفروض تقريبا 3. اللي عليك انت بهذا التحدي انك تكسر 3 حمامات الزهرة امامكم بالصورة. كل عليك انك انت تنزل باماكن مثل ريتال او سيلتي او بليزنت، يعني المكان اللي فيه بيوت، بتلاقي بكل بيت فوق بالطابق الاول بتلاقي في حمام، بتفوت على هذا الحمام بتكسر التواليت تبعه او القاعده تبع التواليت، يعني كل عليك انك انت هي تكسرها، هيك بتكون انت خلصت مهمه بكل بساطه. فانا هلا رح اترككم مع فيديو او مع مقطع صغير يورجيكم وين الاماكن وشلون بتخلصوا هذا التحدي. طلع هون ديد بول ليك قدامكم، صح؟ حلو السكين، والله سكين خرافي جدا. اكتبوا لي بالتعليقات اذا عجبكم السكين ولا لا. انا الصراحه عجبني كثير السكين، حلو حلو. مثل ما انا نزلت كمان مقطع تسريبات انه رح يكون له لون ذهبي او ستايل ثاني ذهبي، رح اترك لكم اياه تحت بالوصف. وكل واحد حابب يشوف المهمات القديمه تبع الاسبوع الاول والاسبوع الثاني بتلاقوها كمان عندي بالقناه اذا انت اول مره عندي تشاهد الفيديو. فبس هيك كان مقطعنا لليوم. شكرا لكل شخص شارك بالقناه، وشكرا لكل شخص بيحط لايك على الفيديو. مثل ما حكيت لكم كود الايتم شوب ان شاء الله شو بدي اعمل في مستقبلا، فان شاء الله يكون دعم حلو كتير بالنسبه للايتم شوب، مشان نصير اعمل بس مباشر ونعمل مسابقات على سيرفر خاص ونشوف مين الربحان ان شاء الله، وصير نعمل بطوله على $10 او مسابقه على $10 شو بتقولوها انتم. فبس شكرا لكم اذا كملت مقطع للاخر، ولا تنساي من الاشتراك تفعيل زر الجرس وحط لايك للفيديو ليوصلك كل جديد. وخليكم هلا مع مقطع بسيط صغير وين اماكن التواليت.